أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتفل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم بإطلاق قاعدة بيانات من هي في الأردن. إنشاء قاعدة البيانات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بتوثيق وإتاحة معلومات النساء الأردنيات المتميزات تقديرا لهن وتمكينا للمهتمين والمهتمات من التواصل معهم. قاعدة بيانات من هي في الأردن هي الأولى من نوعها في الأردن، كونها تضم كافة الخبرات النسائية الأردنية المتنوعة والشاملة لكافة التخصصات العلمية والأكاديمية والفنية في آن واحد. نعطي الكلمة الآن إلى الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة معالي الأستاذة أسماء خضر. صاحبات المعالي والصديقات العزيزات، هذا صباح جميل نلتقي فيه لنحتفل بإنجازات المرأة الأردنية ولنوثق هذه الإنجازات في قاعدة بيانات هي الأولى من نوعها في الأردن، وهي في إطار مشروع عربي أيضا سيكون الأول من نوعه في المنطقة العربية. لا ينكر أحد أن النساء المتميزات عرفنا، ولكن البحث عن المعلومة في وقتها واكتشاف الطاقات والإمكانيات التي لا نعرفها هو ضرورة في زمننا، وهو حاجة لكي يستثمر الوطن في طاقات بناته اللواتي تمكننا من تحصيل العلم والمعرفة ومن إثبات التميز والإبداع ومن العطاء والعمل في مجتمعاتهن المحلية وفي مهنهن وتخصصاتهن المختلفة. وتجد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لزاما عليها أن تبذل جهدا في إطار هذا التوثيق، فكان أن شاركنا المنظمة الدنماركية هيلفو من أجل أن ننجز هذا المشروع الوطني ومن أجل أن نؤسس له من ناحية الفنية، فكان أن أنشأنا قاعدة البيانات وهي قاعدة مشتركة يوجد مثلها أيضا في الدنمارك. ونحن إذ نشكر شريكاتنا الدنماركيات على الدعم والمساندة وعلى الخبرة التي تم توفيرها لنا من أجل أن نستطيع إنجاز هذا العمل الوطني الكبير، فلا شك بأن سبق قيام منظمة فينفو بإنجاز مثل هذه القاعدة كان له تأثير في تمكيننا من بناء قاعدة البيانات إلكترونيا. والمعلومات التي نطمح إلى إتاحتها لم تقف عند حدود الأسماء التي وردت اليوم، فهذه هي الدفعة الأولى من النساء اللواتي قمنا بتوثيق سيرهن ومعلوماتهن، ولكننا نتطلع إلى مد هذه القاعدة باستمرار بالسير الذاتية وبالمعلومات المتعلقة بكل كفاءة نسوية موجودة في وطننا أو حتى بكل كفاءة أردنية تعمل خارج الوطن، حيث هناك كثيرات من النساء اللواتي يعملن إما بخارج الوطن وإما بمنظمات دولية عديدة. ولا شك بأن مشروع دمج النوع الاجتماعي في الحياة العامة وهو المشروع الأساس الذي ننفذه، وقد كان إقراره من قبل وزارة التخطيط حين كانت معالي السيدة سمير العلي وزيرة للتخطيط، حيث أن هذا المشروع يركز بشكل خاص على إدماج المرأة في الحياة العامة الاقتصادية، لأن هناك تحدي كبير يجابه المرأة الأردنية في هذا المجال، والدعم الدنماركي لهذا المشروع الذي استمر مدة 3 سنوات الآن هو دعم مهم، لأنه مكننا من العمل مع شركاء في القطاعين العام والخاص، وزارة التخطيط ووزارة العمل في القطاع العام ومجموعة شركات نقل في القطاع الخاص. ونحن نطمح أيضا إلى أن يتوسع هذا المشروع وإلى أن يكون بإمكاننا تطبيقه مع مجموعة أخرى من شركات القطاع الخاص، حيث أن التحدي الرئيسي هو عمل المرأة في القطاع الخاص
ولا شك بأن بعض الهيئات الموجودة بيننا اليوم والسيدات اللواتي لهن دور كبير في إدماج المرأة في هذا المجال، ورش الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال والتأمين والبنوك وغيرها من المجالات التجدد ونادي صحبة منتقى صحبة الأعمال والمهن وكل المعنيات والمعنيين بإدماج المرأة في سوق العمل بنسب أعلى وضمن شروط أفضل. الأمر الذي نتوخاه من هذه القاعدة، أولاً التوثيق وسهولة الوصول إلى المعلومات، وطبعاً هنا بيننا رائدة قطاع الإعلام والحق في الحصول على المعلومات ست ليلى شرف، فأيضاً إحنا نتشرف أن نكون من أوائل من وثقت لهن هذه القاعدة، إذ أن حق الوصول إلى المعلومات هو حق أساسي ومن أهم ملامح حق الوصول إلى المعلومات بالنسبة لنا كنساء أن تكون إسهاماتنا وتخصصاتنا وإسهاماتنا في مختلف مناحي الحياة ملحوظة ومتاحة ومعروفة وموثقة. فنحن نعلم أن ما زال هناك نساء يعملن في الظل، وما زال هناك نساء يجهدن في مناطق مختلفة من محافظات المملكة، وما زال هناك نساء كفؤات أثبتن التميز في بعض المجالات التي لا تسلط عليها الأضواء. هناك مديرات للبنوك، هناك قاضيات، هناك مدعيات عامات في لدى محكمة الشرطة، يعني نحن نطالب المدعية عامة في القضاء المدني، ولكن هناك كفاءات المدعية عامة لدى محكمة الشرطة منذ فترة طويلة. وعليه فإن الريادة موجودة والعطاء موجود والقدرات موجودة، وحتى الحكومة حينما ترغب بضم نساء إلى مجموعة إلى هيئات ولجان تشكل لابد أنها تبحث عن السير الذاتية وتبحث عن المعلومات، وهنا ستكون هذه المعلومات متاحة. نحن أيضا نعتز بكل الكفاءات في كل المجالات السياسية، وبيننا من فزنا بالانتخابات بالتنافس فلك الجمعان الموجودة بيننا، وأيضا بيننا من تفوقنا في قطاع الأعمال في العمل الخاص في الإعلام، نحن بيننا رائدات ذات إعلام موجودة بيننا وغيرها من السيدات. يعني أنا لن يكون بإمكاني أن أتي كل من كنا حقها فيما قدمته لهذا الوطن ولهذا المجتمع. رائدات هيك المشيط نائلة محمد، يعني الجميع نادية كعين وكمناضلة في مجال الحركة النسائية، ست صبحية المعاني في مجال الأعمال بشكل خاص إضافة إلى كل ما تولته، واعذروني لن يكون بإمكاني أن أشير إلى جميع الأسماء الحاضرة وغير الحاضرة ممن تضمنتهن هذه القاعدة. فقط أريد أن أقول أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تعتز بكلنا وبكل من كنا اعتزازا كبيرا، وتعتبر أن ما تحقق المرأة الأردنية في بلدنا ما كان له أن يتحقق لولا أولا دعم ومساندة سمو الأميرة بسمة رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وطبعا ودائما المساندة والدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العطلة، ودائما أيضا بفضل جهود كل من كنا في موقعها وفي إطار تاريخ نضالها وعطائها المستمر. وما كان يمكن لنا أن نثق بأن هذه المسيرة ستستمر وستحقق المزيد من الإنجازات لولا هذه الثقة بتواصل العطاء عبر الأجيال ووجود هذه النخبة من الشابات بيننا اللواتي نتطلع إليهن بكل ثقة وتقدير لما سيقدمنه في المستقبل من إسهام في حركة تطور المجتمع ككل، وطبعا حركة تطور المرأة الأردنية. القاعدة تتعرض عليكم، وأنا فقط أود أن أختم كلمتي بدعوة كل من كنا لكي تزودنا بأي سيرة ذاتية ومعلومات اتصال وصورة شخصية لمن تعتبر أنها تستحق أن تكون هنا، لأن هناك لجنة تحكيم، الاختيار لا يكون عشوائيا، هناك لجنة تحكيم من خبيرات موثوقات وخبراء لهن المعرفة ويعملون ضمن معايير محددة لإتاحة هذه السير الذاتية. السير الذاتية على هذه القاعدة ليست للنساء اللواتي الرائدات اللواتي أعطينا وتوفاهن الله، نحن نهتم
بالنساء اللواتي ما زلنا قادرات على العطاء ويعطين، ولذلك لن تجدنا أي سيرة ذاتية لأي امرأة رائدة كانت قد أعطت الوطن، فسيكون لهن مجال آخر نعلن عنه لاحقا. ولكننا اليوم نوثق ونهتم بالمتميزات النشطات اللواتي يعملن ويمكن أن يعملن أو يكلفن بأعمال، اللواتي ما زال لهن دور في العطاء والعمل. وطبعا نحن نعتقد أن الإنسان طالما كان قادرا على العطاء فهو مستمر في العمل والعطاء. نرحب أيضا بالتخصصات النوعية. نحن صحيح أننا نهتم بالنساء النشطات في الحركة النسائية، ولكن يهمنا النساء الطبيبات والنساء المهندسات والنساء المزارعات والنساء الرائدات في الفيات والنساء في البلديات والنساء في كل موقع، معلمات، ندعو لتوثيق سير ذاتية لمعلمات تميزنا في هذا المجال. أيضا نريد أن نوثق للإعلاميات، وبيننا إعلاميات رائدات وإعلاميات نشطات جدا في وقتنا الحاضر. نريد أن نوثق لكل امرأة في السياسة والاقتصاد والثقافة وأيضا في مجالات العلوم الدقيقة المختلفة، وخاصة العاملات في شركات خارج الأردن وفي المجال الأكاديمي وفي منظمات الأمم المتحدة، ونحن نعلم أن عدد كبير من هؤلاء النشطات يعملن لا فقط في الأمم المتحدة ولكن أيضا في المنظمات الدولية عديدة. نريد أن نوثق للمبدعات الكاتبات الفنانات في مجالات الرسم وفي مجالات التمثيل وفي مجالات الفنية المختلفة. وبالتالي أرجو أن نعتبر أن هذا الإطلاق اليوم هو انطلاق ورشة عمل وطنية لكي ننصف كل امرأة عرفناها إعلاميا وبشكل عام أو لم نعرفها. فهناك نساء مبدعات لم نعرف عنهن لأنه لم يسعى أحد لتوثيق سيرهن، ولذلك نريد أن نكون جميعا سفراء لهذا المشروع وأن نحاول جمع هذه السيرة الذاتية أو على الأقل الاتصال بنا مع تزويدنا بوسيلة اتصال بهؤلاء السيدات لنقوم بالاتصال بهن. أرجو أن يتعاون معنا الجميع لكي تكون قاعدة بيانات من هي في الأردن قاعدة بيانات موثوقة وذات مصداقية، وأيضا أن تكون مرجع لكل من يريد أن يتعرف على النساء في مجال التخصصات المختلفة. أشكركم جميعا على حضوركم وأهنئكم على عطائكم أولا وعلى إسهامكم الكبير والملحوظ في بناء الأردن وفي إثبات قدرات وطاقات المرأة الأردنية وإمكانيات أن تتساوى في العطاء والعمل مع الرجل كشريك وشريك. وأتمنى لكنا دائما دوام العطاء والتوفيق والنجاح كما كنتن دائما. الكرم لسياركنا، وإن شاء الله كل من كنا تكون واحدة من السير الموثقة على هذه القاعدة في المستقبل. شكرا لكم. جيرن إيرمارك السكرتير الأول في السفارة الملكية الدنماركية. مثل إيرمارك you have the floor. Your Excellencies, Ex-Ministers, Senators, Council Members, Experts, Ladies and Gentlemen, work between JNCW and a Danish organization with the support of the Danish Arab Partnership Program. As a volcano accessible database of women experts in Jordan established by the program, I wish to thank the JNCW for their call on the innovative step towards strengthening the role of women in Jordan, towards improving the representation of women in public life. Different means and mechanisms, legislative changes, establishment of networks and committees, and of female judges, female senator members, judges from universities. However, many believe that the doesn't correspond with the actual capabilities of Jordanian women. Private and public sector, with an easy access to online information, listing life,
the importance of sources of inspiration. International conventions and national legislation are a long way to go to fully put these into practice. It has been pointed out numerous times. In 1995, Danish Broadcasting Corporation recognized a need. A similar database to the one we launched here today was launched in more than 1,000 female experts, and it's enjoying great success. It's hosted by Kvinfo. It is used by media, but has also become a reference tool to improve the balance between men and women on their boards, as well as public institutions. The Jordanian Minhia Fil Ordan, the database, will continue to grow and adapt to and Kvinfo, which is a Danish Center for Information on Gender Equality, supported by Denmark through the collaboration as well as partnership between Denmark and countries and institutions. A key role to play in promoting the role of women in public life and policy-making processes. And with this tool, achieving despite the obstacles that women often face when pushing. Thank you, Mrs. Gerd and Mark. وحتى نتعرف أكثر على قاعدة بيانات من هي وكيف تم تصميمها وكيفية الحصول على معلومات عن النساء الخبيرات في الأردن، سننتقل الآن إلى عرض تقديمي لقاعدة من هي في الأردن. أنشئت قاعدة بيانات المنهية في الأردن بإطار مشروع دمج النوع الاجتماعي في الحياة العامة الذي تنفذه اللجنة الوطنية للمسلمين بشؤون توفير المعلومات عن النساء المدرجة أسمائهن على قاعدة بيانات منهية في الأردن باللغتين العربية والإنجليزية. هدف عن معرفة النساء الخبيرات في الأردن التخصصات والمجالات الخبيرات النساء التي تم إدراج سيرهن الذاتية في القصوم والتجر ويذكر أن تبع عملية أسماء النساء والمنبيات تمت عن طريق لجنة الاختيار وضعت معايير انتقاء تشمل خبراتها العملية والدرجات العلمية بالإضافة إلى إذا سمحتوا لي هو محاولة استثمار الفرصة. أنا قبل ما نختم الحفل أولاً بدي أسجل بالشكر والتقدير لزميلاتي في اللجنة الوطنية لوظيفة شؤون المرأة فدوى عبد القادر بشكل خاص وأكيد بتفكر فيكم جميعاً يعني لأنه هي المسؤولة عن قاعدة البيانات وعن زميلات الأمانة العامة بكل أفرادها وأشكر لجنة الاختيار أيضاً بدون ذكر الأسماء حتى ما حدا يصير يروح يحكي معهم وأيضا أشكر السفارة الملكية وأيضا مشروع الشراكة الملكي العربي وخاصة ما تعلق بالبرامج المشتركة مع الأردن. وقبل أيضا أن أكتب الكلام أود الإشارة إلى أننا نعقد غدا لمن لم تصلها الدعوة لأنه كان عندنا ضغط في الوقت والدعوات عندنا صباح الساعة 9 عندنا لقاء من أجل مناقشة مشروع قانون أو مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وكلنا بنعرف أنه قرأناه بالصحف وطبعاً المشروع فيه إيجابيات في بعض المفاصل لكن أيضاً في بعض السلبيات البسيطة. بكل الأحوال من واجبنا أن نتعرف على هذا المشروع وأن ندقق في الصياغات الواردة فيه وأن نسجل الملاحظات ونرفعها للجهات المعنية وحتى نستطيع أن نوجد ذلك في وقت مناسب. قررنا أن يكون الاجتماع يوم غدا في مركز اللجنة في قاعة صندوق الأردن الهاشمي للتنمية البشرية الساعة 9 صباحا وأنتم جميعا رجالا ونساء مدعوين. طبعا أنا كمان بدي أكد هون إنه إحنا بنتمنى يكون في قاعدة بيانات للرجال لأنه أظني هذا ما عندكم زيي فلازم تشعروا ببعض الغيرة. وبالإجمال أنا بسجل بالشكر والتقدير إيش؟ للإعلاميات إحنا عندنا كمان يوم الخميس مؤتمر بالتعاون مع رفاق صحفيين أردنيين حول المرأة والإعلام وطبعا الإعلاميات جميعا اللي هون والإعلاميين ومن يرغب
أهلا وسهلا بالجميع. لكن سنعلن أيضا عن جائزة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الخاصة بالعمل الإعلامي المساند للمرأة، وسيعلن عن هذه الجائزة يوم الخميس. لكن أنا اجتماع بكرة بهمني بشكل خاص، لأنه بعتقد أن هذا المشروع يتطلب منا سرعة يعني التحرك نحو دراسته والدفاع عما ورد فيه مما هو إيجابي، ونقد كل ما ورد مما هو سلبي في هذا المشروع. فقط أردت أن أسجل الشكر للسفارات الأردنية لكفلكم شركائنا وللدنمارك بشكل عام، ولكم جميعا وخاصة لزميلاتي في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وللجنة التي قامت باختيار السيرة الذاتية، وستواصل عملها لاختيار مزيد من السيرة الذاتية التي ترغب اتباعها. طبعا من ترغب يعني السيرة الذاتية موجودة وترغب الاطلاع عليها بدأت تستخدم رابط الإحتراف الآن، لأنه هون ما كانش في عندنا سهولة في ربط الإنترنت حتى نعرف القاعدة ذاتها يعني. ولذلك اكتفينا ب يعني برزنتيشن قدمناها، لكن حتى نستطيع نطلع على كل حد يطلع على معلوماتها او على معلومات حد منها، بنتمنى انه تدخلوا على القاعده اللي هي www.whoisshe-jordan.com. شكرا. شكرا. شكرا.